السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال الشباب؟ شو الاخبار؟ انا عبد الله جميل. ايش عندنا اليوم؟ او ماي جاد شباب ما عرفتني، وانا وسيم ومرتب ونظيف. انا متالق اليوم كالعاده، فيديو لازم يكون متالق. الفتره اللي راحت يا شباب جدول حياتي اتلخبط شويتين، فاحتاج اني ارتبه يعني مع العوده للجامعه يعني وكذا. صرت حاليا يعني مسوي دايت، تعرفون يعني لازم اكبر الباي شويتين. فيا يعني ان شاء الله في الايام الجايه راح تحصلون اني قاعد انكمش وقاعد يعني اصير اوسم من كذا ان شاء الله يعني اذا نحفت. anyway مستويات الطفش قاعده ترتفع كثير، وانا صراحه اكره الطفش. فكالعاده لازم ادخل على حسابي في تويتر واقول شباب اعطوني اشياء غريبه ابحث عنها في جوجل. يس جوجل دائما صار صراحه صديق الطفش، دائما احب يعني اني ابحث في جوجل واقرا واتعلم وذا. فاليوم راح نجرب يعني نسوي هذه الفكره للمره الثانيه. اوكي قد سوينا هذا الفيديو من قبل المره الاولى، اليوم راح نسويها المره الثانيه. يلا خلينا نشوف يعني ايش راح يصير معانا. اذا عجبكم الفيديو لايكات، اشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، ويلا خلينا ندخل على الفيديو. ليتس جو. وجد تقول ابحث عن جوجل شويكسيا وشوف ايش يطلع لك. وشو هذا جوجل شويكسيا؟ ايش طيب هذا جوجل شويكسيا؟ انا صراحه ما عرفت هو ايش. هنا مكتوب جوجل اندر واتر سيرش، البحث عن جوجل تحت الماء. ما شاء الله ما شاء الله. وشو ذا؟ وشو ذا؟ اها الحين يعني جوجل. اوه بوي اوه مويه يا ولد، عطنا سمك تكفى. يا سلام، هلا بالعيال، هلا والله. يا ولد تعال، يا ولد تعال، عطنا سمك زيادة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أبعبي المكان كله سمك، أبعبيه كله سمك، أبعبيه كله سمك. واو إيش اللي قاعد يصير يا شباب؟ حلوين حلوين. انا قاعد اعالج الطفش حقي يا شباب، صراحه انا جدا مستمتع. مستغرب ان الموقع صراحه للحين ما علق يعني. حلو حلو جميل جميل. الله يوم جميل في البحر. وفجاه اهلين شباب، وفجاه ها ها كذا تأكدت اني مريض. ابحث عن صوت الحيوان اللي ينام 22 ساعة. وشو ذا؟ الحيوان الذي ينام 22 ساعة. الكوال او الكوال الرمادي هو نوع من الثدييات يتبع جنس الدب الجرابي من فصيلة الدببة الجرابية، وهو حيوان ذو الجراب المفتوح من جهة الخلف، ينام 20 ساعة. او ماي جاد، انا اعرف اوادم ينامون زي كذا. في واحد من الشباب اللي انا اعرفهم، ادري انك قاعد تتابع الفيديو هذا الحين، السلام عليكم الشخص اللي في بالي. ايوه انت كوالا، ما لامي دخل من اليوم رايحه بسميك كوالا. يخرب بيت ام الكسل اللي معاك، تنام 20 ساعه ايش في الكوالا يا شباب؟ ينام 20 ساعه بعدين يصحى يقول لك ما اعرف كم يصحى. المهم واضح اني قاعد فلسف. المهم قاعدين نتعلم كثير. خلاص من اليوم رايح اي واحد كسلان نسميه كوالا. اوكي ابحث عن اسكيو. وات از اسكيو؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايش في الموقع؟ الموقع صار على جنب. يا جوجل تراك سايقها، بس اقول يا الحبيب ممكن تتعدل لو سمحت؟ ايش في؟ جوجل فله ترى صراحه. او زرقرش. وشو ذا زرقرش؟ ما شاء الله ما شاء الله. وشو ذا؟ وش اللي قاعد يصير؟ ايش 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 الكلام اللي انا ودي اعرف صراحه هذول ايش قاعدين يسوون؟ او ماي جاد قاعدين يتشكلون باسم. ما شاء الله ما شاء الله، قاعدين يسوون شعار جوجل. ما شاء الله ما شاء الله. يقول لك جي جي من ام السواقه يا شيخ. والله حق الثانوس كانت اصرف من هذه. بس انا صراحه ودي اعرف ايش معنى زرق رش. الزرجه الاندفاع. ايش ذا؟ اكتب ذا انفيزبل كاو، البقره المخفيه. انا في المقطع اللي راح كان في بقره وفي سلحفاه. المهم دحين ببحث عن البقره بعدين ببحث عن السلحفاه. فايند ذا انفيزبل كاو. بسم الله. كاو 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 جبت الانفيسبل كاو، يعني لما السالفه البيض. ابحث عن الترايبوفوبيا. ايش هو الترايبوفوبيا؟ الترايبوفوبيا يا شباب هو الخوف من الثقوب، لما تشوف كذا في يعني في نمط معين كذا مليان ثقوب يجيك خوف منه. على سبيل المثال لما تشوف هذا المنظر او حتى هذا المنظر او حتى قشره الفراوله لانها مليانه ثقوب. وعلى ما سمعت انه في بعض الناس يعانون من الترايبوفوبيا اذا شافوا الايفون، عشان الايفون فيه له ثلاثه ثقوب، فبالتالي يعني يخافون من الثلاثه ثقوب اللي موجوده في الايفون. على ما سمعت
انا ما سمعت. ما اعرف يا الترايبوفوبيا، ولكن يعني شكرا لانه احنا قاعدين نحول الفيديو هذا الى فيديو مفيد وعلمي. الترايبوفوبيا هو الخوف من الثقوب. خلاص فيستفس، عند البحث بها سيظهر عمود نحاسي على امتداد الشاشه. بسم الله خلينا نبحث عن فيستفس. هلا والله فيستفس. الفيستفس هو تاريخ 23 ديسمبر من عام 2000. وش هذا العمود اللي هنا الشيش يا شباب؟ وش ذا العمود هذا؟ العمود الشيش بس. خلاص هي هذه السالفة. الفستفز هذا وش هو؟ هل هو عيد؟ أنا ما أعرف صراحة. جوجل in 1998. إذا تبغى تشوف كيف جوجل في الماضي، أوه واو، خلينا نشوف جوجل كيف بدأ. ما شاء الله ما شاء الله. لا شباب جوجل سايق أمها علينا ترى. شوف كيف جوجل أول ما بدأ كذا كان يو الشعار الملون، الشعار اللي يسويه بالفوتوشوب. أنا هذا كان يعتبر شيء مرة واو. وحركة الجوجل هذه يا الله، أول ما عرفتها كنت أضحك. المهم خلينا نشوف الصفحة الثانية. لا أوكي الصفحة الثانية رجعني على جوجل الحالي اللي هو هذا الجوجل الحلو الجميل المشع اللي اللوجو حقه كذا الوانه حلوة. أتاري بريك أوت. إذا بحثت عن هذه الكلمة في فئة الصور ستتحول الواجهة إلى لعبة عرض النتائج الطبيعية. بسم الله خلينا نبحث عن أتاري بريك أوت. أوكي هذه هي الأتاري بريك أوت. الحين نروح على الصور. ما شاء الله ما شاء الله. أوكي أنا اللي قاعد أشوفه إنه أخذ نتائج البحث وكلها حطها في اللعبة ذي الأتاري بريك أوت. ها منهم اللعبة حلوة. شباب اللعبة ممتعة. يلا نروح خليه يقربع فوق. يا سلام حلو 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 حلو. هابي دوغ. خلينا نبحث عن الكلب السعيد. ها حلوة. ها الله الله، أحس إن حياتي صارت أحلى يا شباب وأنا أشوف يعني هذه الصور. يعني صراحة أحس إني أنبسط. يا سلام يا سلام متعة. أنا بقى استفدت. أنا إيش اللي ممكن يعني أستفيده لما أشوف صور كلاب تضحك. مكيف متنقل. خلينا نبحث عن المكيف المتنقل. ما شاء الله ما شاء الله. هذا مكيف الصحراوي صح؟ هذا المكيف اللي تحطوا له كذا مويه. تدرون شباب انه في مكيف تحط له زي المويه مدري الثلج عشان يبرد كذا، يمديك تحطه في الشارع كذا ويبرد في الشارع. ايش الاختراع هذا اللي ما اعرف ايش. طب كيف الكهرباء اشحنه يعني؟ اللي عندهم هذا المكيف اللي جربوه بالله علمونا يعني ايش اللي قاعد يصير في البلد. هل تتاثر الطائره وهي في الجو بالزلزال؟ والله صراحه تساؤل رهيب يعني صراحه انا ببحث عنه. الحقيقه مغايره تماما لهذا الاعتقاد. في الواقع لن تشعر بتاثير كبير لاهتزازاتها اللي تضرب الارض اسفل الطائره، لكن تاثير الموجات تنقل عبر الجو يقل تدريجيا ويكاد يكون لا يذكر. اوه واو حلوين. يعني الحين لو صار زلزال ولا شيء اشردوا على اقرب مطار منه. عاد انا حظي صراحه انا دوبني ناقل لشقتي هذه، وشقتي هذه بينها وبين المطار 5 دقائق حرفيا يعني. ان شاء الله انه ما يصيبنا زلازل، ولكن في حال صار اي زلزال قدامي 5 دقائق اروح للمطار واركب مع اي رحله. عاد انا بركب صراحه رحله الى السويد لاني احب السويد. ذكرتوني لازم اطبع علم السويد. السويد كذا بلد مليان قصف جبهات، فلازم يعني نقصف، لازم نسافر السويد. كيف اقطع الليمون بطريقه احترافية. آخر شيء بحثت عنه، ليش ممكن تقطعين الليمون بطريقة احترافية؟ ما شاء الله ما شاء الله. كيف نقطع الليمون بشكل وردة؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذه حبة الليمون نمسكها زي كذا بالسكين، نغرسها في الداخل بهذا الشكل ونسوي مثلثات زي ما أنتم شايفين. هذا المثلث الأول وهذا. أقعد 4 ساعات أقطع ليمونة بعدين تطلع لي بشكل وردة. بعدين بالأخير أعصرها ب30 ثانية، وإذا كنت أنت قوي زي تعصرها في 10 ثواني كذا تخلصها. ليش اقطع الليمون بطريقة احترافية على شكل وردة؟ انا ابغى اعرف ايش الوقت الخرافي اللي مع امكم هذا. انا ما اقدر اقطع الليمون زي كذا، انا ما عندي وقت اصلا اعصر ليمون. الليمون نفسه ما عندي وقت اني اعصر، انا يلا اكل اساسا. ابحث عن اول شخص استخدم جوجل على مر العصور. ايش المعلومة اللي ما لها قيمة؟ ايش العلم الذي لا ينفع هذا؟ ابحث عن افضل نوع تونة في السعودية. يا ليل شباب ايش الابحاث الخايسة هذه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما هو افضل انواع التونة؟ هوامير البورصة السعودية. والله ما اصدق كلام هوامير يتكلمون في تونة. سري يا شيخ، هوامير ما ياكلون الا مفطحات وستيكات ويتكلمون عن التونة. يا ابوي سيبوا التونة للطفارة، خلوا التونة حقتنا في حالها يرحم امكم. اكتب smile.jpg. jpg اللي هو الترميز حق ملفات الصور. يقول لك صورة الكلب المبتسم مدري ايش مدري ايش مدري ايش. انا شباب صراحة ما اقدر اطلع لكم هذا الشيء لان اليوتيوب يفهم انه هذا الشيء يعني محتوى يعتبر غير ملائم للمعلنين. فانا لو نزلت لكم الصورة هذه اليوتيوب بيعطيني بلوك على الفيديو حقي. ولكن ليش انا ابحث عن ابتسامة الكلب الضائعة؟ ايش هرجة الصورة هذه؟ انا ما فهمت اصلا. واضح انها حقائق مرعبة، انا انسان ما احب الحقائق المرعبة صراحة. ماشي ماشي يا شباب، المستوى طايح. ادخل جوجل واكتب جوجل مابس وادخل عليه، بعدين في البحث حق جوجل مابس اكتب بعدين كبر المكان بتلاقي صندوق هاتف. اوكي تحمس تحمس تحمس. بسم الله خلينا نبحث عن جوجل مابس. اوكي انا حاليا في جوجل مابس. هذه مدينة جدة الجميلة. ما شاء الله ما شاء الله، هذه جدة حقتنا. المهم ابنسخ دحين الكود هذا اللي هنا وبحطه في البحث. بسم الله اهلين. طيب اعتقد انه وداني على لندن. يس انا حاليا في لندن، ما اعرف انا ايش قاعد اسوي هنا.
كبر 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 بتلاقي صندوق الهاتف. وين صندوق الهاتف؟ ما شاء الله هذا هو، هذا صندوق الهاتف يا شباب. هذا هو ما شاء الله ما شاء الله، هذا هو صندوق السفر عبر الزمن. ما اعرف هو وين بس شكله كذا مره فله. يقول لك هذا الصندوق جددوه وماخذينه اصلا كرمز لصندوق ازرق ظهر في مسلسل اسمه دكتور هو. عشان كذا انا ما فهمت النكته يا شباب لاني ما تابعت دكتور هو. يلا ان شاء الله المره الجايه يعني اتابع دكتور هو، يصير بعدين يعني ان شاء الله افهم النكته. اخ يا شباب احس كان قرار خاطئ اني اسوي جزء ثاني. ماني قاعد افهم النكت اللي قاعده تجيني يا شباب، ما اعرف يمكن انا صاير سامج، يمكن صاير سامج مع الدايت وكذا. مزاجي ما هو مستقر لاني ماني قاعد اكل زي الناس، ما تدرون ما مسكتم دايت من قبل ما تعرفون، انا الوحيد اللي امسك دايت يا شباب معليش. الزبده يعطيكم الف عافيه على المشاهده، اتمنى يكون الفيديو هذا عجبكم. هل عجبكم حطوا لايك، شكله مره ما عجبكم عشان كذا انا ما عندي مشكله. يلا اشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، خلينا نشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي. على خير، السلام عليكم.